مشاهدينا بدي احييكم مع بداية هالأسبوع، بدي أتمنى يحمل معه كل أمل وخير وبركة. وطلبوا مني مزارعي الكرز إن كان بصنين وبغير مناطق، نقول إنه الكرز ما في دود. بالفعل السنة أفضل كتير من السنين الماضية، لأنه أحد المسؤولين في وزارة الزراعة طلع وقال ما تاكلوا كرز لأنه الكرز في دود. لا، الكرز كتير منيح، الموسم كتير منيح. هلا افضل للاطمئنان بتحب تفتح الكرز وتتاكد، منا مشكله، ولكن الكرز اللي عم ينزل على الاسواق ما في دود. حبيت اني طمن، وبالوقت ذاته لما بنشتري نجرب مش غلط. بس السنه افضل كتير من السنين الماضيه، ومش مزبوط انه كل الانتاج الكرز بلبنان هو في دود اطلاقا. بدي بلش مع المعلومه. كل الطلاب بانتظار النتائج، للحقيقة يعني اتصالات عديدة أي متى رح تصدر النتائج، ناطرين على نار، وهيدا الشيء طبيعي، يعني كل الناس ناطرة النتائج، وبتمنى طبعا أنا النجاح للجميع. ولكن مكتب الإعلامي لوزارة التربية والتعليم العالي بيقول أنه كل ما يتم تداوله عبر وسائل الإعلام عن أخبار حول موعد صدور نتائج الامتحانات الرسمية للثانوية العامة هو مجرد أخبار كاذبة وليس لها أي أساس من الصحة. وأشار المكتب إلى أنه أعمال التدقيق وإدخال العلامات بعد مستمرة، وذكر بأنه الوزارة كانت أعلنت أنه أعمال التصحيح والتدقيق رح تستمر 10 أيام، كانت بدأت يوم الاثنين الماضي، وبالتالي فالنتائج أكيد رح تصدر عند الانتهاء من كل هالأعمال، ورح يتم نشرها على الموقع الإلكتروني للوزارة. يعني إذا كان رايح جمعة، بعد عنا جمعة، يعني بدنا نتوقع بين آخر هالجمعة وأول الجمعة الجاية. اتصالاتكم المشاهدين على 04-444-444. بأخذ أول اتصال لليوم. ألو. ألو، أهلا. بونجور مدام ريفكتر. بونجور. أنا بدي أحكيكي ضروري، أنا بكوى الأمن الداخلي رايب أول. نعم. عم اتعرض للظلم كثير من قاضي شمال اسمها ماتيلدا توما. أنا في أحد الأشخاص المحامين عم يقدم شكات باسمي مزورة، طلبت خبير خط 20 مرة. هذه القاضي مش عم تجيب لي خبير خط، وهلا حاجتي بي بتحري حل بعكار. وأنا بريء، قلت لها جيبي خبير خط، عم ينحط اسمي على الشيك وعم ينمضى عني، مش عم تجيب لي خبير خط. أنا هلا هربت من كوى الأمن، أنا مظلوم بدي حقي، أنا بريء. كل مره بتهددني جيب وديعه بدي وقفك. طيب انا ما دخلني في حدا عم يزور الشيكات، محامي علي معروف ظاهر هو اللي عم يقدم الشيكات، جيب لي خبير خط، واذا بيطلع انا اللي عليها انا بدفع، بس انا مظلوم، انا رقيب اول، حتخرب لي بيتي، عندي اولاد. انا بنصحك تتقدم بكتاب لرئيس أنا هلأ مجلس قضاء الاعلى. نعم، انا هلا هربت من الدرك، بعثت لي تهديد اذا ما بتجيب وديعه بدي وقفك واخرب لك بيتك. وهذا المحامي بعدين رفكة، المحامي علي ظاهر بعد معه 5 شيكات مدورين عم يهددني بده يقدمهم. انا والله العظيم ما دخلني بولا شيك، طلبت خبير خط وحط خربت الدنيا مدير دتومه الا بدك توقفني. طيب جيب لي خبير خط، جيب لي خبير خط. طيب. اذا بيطلع انا قال لي علاقه بتحمل كل شيء، انا مظلوم، انا هلا هربت من درك، تركت الدرك وهربت، انا مظلوم، ما في دوله، والله العظيم ما في دوله، تاخذ لي حقي، انا رهيب اول بالدرك، ما في انضف مني واقدم مني، ليش عم يزوروا باسمي الشيكات؟ تعرف لي مين؟ حرام عليهم، انا هلا دورت وهربت من الدرك. لانه كل مره بتقول لي جيب لي وديعه، منين بدي اجيب لي وديعه؟ انا بريء، والله العظيم بريء. بدي حدا يبين لي حقي، انا بطلب من اللواء عشان يتدخل، انا هلا هربت من الدرك. مين الضابط؟ والله العظيم مظلوم، ماتيلدا توما هي اللي عم تظلمني، هي وعلي محامي علي معروف ظاهر هو اللي مقدم الشكات المزوره. وجيبوا خبير خط وانا قدام الام بي في، يجيبوا خبير خط ويحطوني، اذا بيطلع علي عليه انا بتحمل كل شيء، انا بريء، حيخربوا لي بيتي مدام ريفكا، حيخربوا لي بيتي، انا عندي اولاد صار 16 سنه بالدرك. هلا انا تركت الخدمه وهربت. طيب شو بدي اعمل انا ولدي؟ انا عم يستلصوا علي، عم يدوروا باسمي، انا ما دخلني. جيبوا لي خبير خط قدام الام تي في، اذا بيطلع انا اللي علاقه بشيء انا مستعد اتحمل كل شيء. بمخفر مشمش بعكار ضغطوا علي هاك المره ودفعوني 3.5 مليون ظلم، وانا ما دخلني. بريء، المحامي علي معروف ظاهر ورئيس اول محمد درويش خطيب التحقيق، هودي كلهم عم ينشروا ويبيعوا. انا بطلب من اللواء عثمان يتدخل فورا هلا. طيب. يبينوا لي حقي، انا اتسلم قولي للواء عثمان بس للمدير العمري كل الامن الداخلي. اوكي. وخلي يبينوا لي حقي ويجيبوا لي خبير خاص.
لأنك بسلك مثل من مؤسسة قوى الأمن الداخلي، أولاً نحن بنحترم هالبدلة اللي لبسها، وأكيد أنت إنك لبسها وحاملها، يعني أنت بتحترم حالك بتحترم وطنك. هلأ بيصير في أخطاء، ولكن كل شيء ممكن يتزبط. أنا بنصحك شغلتين: تبعت كتاب لسعادة اللواء تبين فيه الأمور، وكتاب تاني لمجلس قضاء الأعلى، لأنه بمجلس قضاء الأعلى الرئيس جان فهد مكلف قضاة حتى يتابعوا بعض القضايا يلي فيها شوائب أو فيها أمور مثل يلي أنت حضرتك صاير معك، هن بيتحققوا منها وهن بيتدخلوا. هلأ تركت الدرك أنت لأنه فهمت ليه تركت، بس أنت عندك مرجعية مؤسسة عريقة، وما بعتقد هي بتترك لا بتقبل أحد من عناصرها يكون لا سمح الله عم بيزور، ولا كمان بتقبل حدا يكون هو مظلوم أو حدا ظالمه. يعني أكيد أنا 100% بهذا الموضوع. من هيك في تتوجه بكتابين، إذا عندك محامي بيقدر هذا المحامي يتوجه بكتاب لسعادة اللواء عثمان، وبيقدر كمان كتاب لمجلس القضاء الأعلى. أكيد بدك تبين فيه شو عندك وثائق، شو المطلوب، وحتى يعني إلى تتوضح العملية، لأنه ما حدا بيرضى الظلم لحدا. وبالفعل يعني قد ما أنا ما في إلك أنت معك حق ومعك حق، أنا علي يقول أنه عم بيصير في كتير أمور بالبلد مش مستحبة، في كتير ناس مظلومة، في ناس كتير عم تدفع ثمن أخطاء مش هي مسؤولة عنها. ما بعرف هي الواسطة، هي العلاقات، هي الأخلاق، هو الفوضى بكل المجالات. أنا بنصحك هالنصيحتين، وأكيد هلأ عبر الـ MTV بفتكر بيكونوا يعني أكيد سمعوا استغاثتك ونداءك. بتمنى إن كان على سعادة اللواء بمكتبه بقوى الأمن أو عند القضاء كمان يكون في اهتمام بهذه القضية. باخد اتصال. ألو. ألو. أهلا مسيو، تفضل. بونجور. بونجور. ريمون حبيب. أهلا. حوش الأمرة. إيه أهلا. أنا تلميذ بمعهد التعليم والتدريب الفني حوش الأمرة. أنا اختصاصي إدارة فنادق تأسس دور السنة وعندي تقديم. نعم. في مادة نحن كتير مهمة، مختبر خدمة نحن بنخدها. هاي مادة كتير مهمة بتأثر على CV تبعي، بتأثر بشكل كتير كبير على التقديم تبعي والعلامات. نعم. صرنا سنتين نحن ما عم ناخد هذه المادة، من بعد كذا شكوى نحن بنتقدمها للمدير المعهد ما كان عم يتلاقى أي حل، وكان عم يستهزئ فينا يعني بس نفوت لعنده. فنحن اضطرينا نوصل لمطرح انه نحن نقدم شكوى، نقدم كتاب للمديرية. نعم. قدمنا كتاب للمديرية جمعة الماضي قبل فحص العملي تبعنا اللي هو حتكون فيه هذه المادة. قدمناه وفتنا عملنا فحصنا بعد 4 أيام. رحنا عملنا الفحص، نحطلنا على المادة صفر ومضينا انسحاب، لانه هاي المادة نحن مش دارسينا ومش عاطينا اياها. نكتشف انه مدير معهدنا قايل لكل الاساتذة انه هو عاطينا اياها ونحن ما درسنا، مع انه هذا الشيء كليا منه صح، نحن ما درسناها اصلا، ما كان في استاذ يعطينا اياها. جانا حاولنا نتابع الشكوى على المديريه عبر التليفون، ما كان حدا عم يرد علينا. قمنا قررنا ننزل على المديريه، نزلنا صرنا نزين كذا مره على المديريه، وكل مره بيحولونا من مكتب لمكتب من مكتب لمكتب، ما عم ناخذ جواب. نزلنا اليوم كرمال ناخذ جواب، كمان يحولونا من مكتب لمكتب ما ناخذ جواب. فتنا عند السكرتير تبع حضره المديره، سكرتير تبع حضرة المديرة، فتنا لنمارس حقنا نحن ونلاحق الشكوى، وبكل تهذيب وبكل احترام بنتفاجئ انه بيقلنا وبيطلع يهددني، بيقول لي اذا بعد شوفك بمكتبي انا بدي اتصل بالدرك وانت عم تخرب بيتك بايدك. كان معي كمان حدا من رفقاتي بالصف، كان معي بالمديرية تحت يعني. فانا بدي طالب انه نحن بس باي طريقه بدنا نلاحق الشكوى، بدنا نلاحق الشكوى، نحن بدنا نشوف علامه. انا اخذ صفر، انا هترحم. بدكم تلاحقوا الشكوى بوزاره التربيه، يعني اذا المديريه العامه للتعليم والتقني ما استقبلتكم وهددتكم، عليكم انكم ترفعوا شكوى للوزير دغري مباشره، لوزير التربيه الاستاذ اكرم شهيب. ترفعوا الشكوى، بتبعتوا له ميل او بتبعتوا له او بتاخذوا موعد كهيدا وبتروحوا. بس انا بستغرب انه مديريه عامه ما تسمع للطلاب بالوقت ذاته. ما بعرف هالمدير يعني انه كيف عم بيثبت عطيه وانتم طلاب مش اخدينا كمان. هون المفروض يكون في تحقيق بالموضوع. فاصل ومنتابع.
بتابع الحال عنا وباخد اتصال جديد. الو الو اهلا. ايه موجود، يعطيك العافيه. اهلين ستنا الكريمه، بحكيكي باشرفيه. ايه اهلين. منطقه سوفي، من كنيسه السيده باتجاه سوفي. نعم. كان الطريق بتجنن. اجوا من حوالي شهرين ثلاثه بدهم يكتشفوا في وين في ريجار، نزلوا بالزفت حوالي 15 20 سنتي لقيوا الريجار. تركوها. لقيوا، هلا عرفنا وينه، اكتشفوا فلوا. هلا صار لنا حوالي ثلاث اشهر في جوره 20 سنتي ماشي عم بتكسر السياره، تعودنا عليها. بس اجوا من شي جماعه سكروا الطريق، حطوا شرايط حمر، حطوا خشب، قعدوا يشتغلوا فيها. قاموا صابوها بطون وكبروا الجول، عملوها حوالي متر ونص مربع، وصابوها بطون وحطوا سكروا 24 ساعه وفلوا. من بعد ما صار خلص 24 ساعه بطون السياره، هلا طار البطون، كبرت الجوره، صار الريجار بده يطير، اي سياره بتروح بده يطير الريجار، بده يطير الغطا يعني، بده يعمل لنا كارثه. اكيد. كانت الطريق بس خير من الله بتجنن. يعني هلا يعني هلا بقى صارت جوره، يعني ممكن اي سياره تنزل فيها. جوره محترمه، مش جوره عاديه. جوره غير شكل، اذا نزلت سياره ما بتطلع. اوكي. رح نحكي مع الاشغال ببلديه بيروت، هيدي على طريق الاستوفي. ايه؟ ستنا هيدي على بيت مكتب ميشيل فرعون. اوكي. وكمان. اوكي. يعني شيء مرعب والله، ما جوره ما بتنحمل. اهلا وسهلا فيك. رح ننتقل لصوره اليوم. يعني موتو حامل بيسين بالحازمية، يعني تصوروا مثلا. وبعدين من شو بنقول؟ بنقول صار حادث وما بعرف شو نتائج هالحادث. هيدا شيء مش مسموح نشوفه اطلاقا. هيدا صار بالحازمية وهيدا موتو ما مبين حتى على الموتو، وما بعرف وين رايح بهالبيسين. وهلأ ما بعرف منيح المطار، ما بعرف كيف مركبه، يعني ما بعرف قديش مكنه، ما بعرف. بكل الحالات أكيد لازم مفروض الشرطة ولا يكونوا شافوا هالشي وأخذوا وعملوا ضبط ولا شيء من هالنوع، لأن هذا مش مسموح نشوفه على طرقاتنا. طبعاً اتصالاتكم دايماً على 04-444-444. فيكم تتابعونا دايماً على فيسبوك الحل عنا، فيكم تبعتولنا كمان على البريد الإلكتروني، وبنلتقى بكرة دايماً عبر الـ MTV.